صناعة الأدوية بالجزائر تدخل رواق السرطان عبر شركة أوريون لاب التي تعد الأولى من نوعها بالوطن. العديد من الأمراض السرطانية سيصنع دواؤها بالجزائر ابتداء من سبتمبر المقبل. بومون، سان، بروستات، pratiquement tous les كامل الأدوية تاع الكانسير. غادي نبدو إن شاء الله ندخلو ان برودكسيون سبتمبر أكتوبر. الشركات اللي 100% الجيريان. الشركة تسعى لاحتواء النقص الفادح الذي يعرفه سوق الأدوية الخاصة بالسرطان من خلال صناعات تسعى لسد الاحتياجات الوطنية وتخفيف معاناة المرضى. Aujourd'hui et le défi اللي عطينا لروحنا c'est d'assurer la disponibilité de tous les produits, surtout les produits où il y a un manque considérable. Aujourd'hui, la mission d'Orient Lab et notre mission et notre priorité اليوم, c'est que كامل الشعب الجزائري يصيب الأدوية على tout type de cancer. لكن au niveau des experts, عندنا des experts étrangers, ولكن نديروهم donc en binôme, c'est-à-dire un étranger, un Algérien, باش يتعلم باش يوري له. شركة بخبرة أجنبية ووطنية تسعى لإحداث توازن بسوق الأدوية السرطانية وجلب الخبرة الأجنبية في التصنيع.